السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اليوم سنكمل في هذه الحلقة ما يتعلق بأهمية الزمن أو أهمية الوقت في الإسلام، وكنا حدثناكم في حلقة ماضية عن مكانة هذا الوقت وهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده، وهو أن يهب الله تعالى للإنسان عمرا، فذلك العمر إذا سخره في طاعة الله تعالى وعرف كيف يستغله وقام بما أمره الله تعالى به فيه وما نهاه واجتنب ما نهاه عنه، فلقي الله تعالى والله تعالى عنه راض. فكالعادة معنا اليوم في نفس الحلقة اللي كنا فيها الماضية الشيخ رضا الخلادي والشيخ بسام. فالشيخ رضا، مرحبا بك. مرحبا بك سيد خليفة، ربي يبارك فيك وربي يشاء الله يعاوننا. الشيخ بسام كريم، مرحبا بك. مرحبا بك، سعيد بالحضور معاكم في الحلقة هذه، إن شاء الله ربي يتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا. آمين يا رب العالمين. الشيخ رضا، الزمن له خصائص، له أهمية كبيرة جدا، تحدثنا البعض منها، ولك في هذا الأمر ما تقول وما أعددته للمستمعين إن شاء الله. تفضل شيخ رضا. بارك الله فيك سيخ خليفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يبارك فيك سيخ خليفة. نحن كما قلت نواصل الحديث عن أهمية الزمن، والعنوان ظاهر، يعني مدام قلنا أهمية الزمن أكيد يعني أن الزمن يعني له أهمية كبرى عند المسلم وحتى عند عامة الناس، كل الناس، كل البشرية يزم يكون عندهم أهمية للزمن. من العناصر اللي في وسط العنوان الكبير أهمية الزمن هي خصائص الزمن، خصائص متاع الزمن. أكبر خاصية للزمن هو أن الزمن حتمية، حتمية وجودية يسمى. حتميات الوجود كثيرة. شنو هي الحتميات؟ من الحاجات اللي هي تسمى السنن الكونية. الجاذبية الحتمية، حتمية من حتميات الوجود. قوانين كثيرة، قانون التتابع والاضطراد. هذه الحتمية اللي هي ربي سبحانه وتعالى جعلها نعمة للبشر، إذا كان يعني ما يستثمرهاش استثمار الكامل يكون فما معنى لإهدار الزمن. وإهدار الزمن توجيه مع سي بسام بإذن الله، لكن أنا مش نمر طوى على بعض الخصائص ونستعين مع بعضنا، نستعين بالله ونتعاون مع بعضنا في شرحها. الخاصية الأولى هي أن الوقت أعلى ما يملكه الإنسان، أعلى ما يملكه الإنسان الوقت، أعلى وأغلى. أغلى، نعم، أعلى وأغلى ما يملكه الإنسان أعلاه، لأن بطبيعة الحال الوقت هذاك هو اللي مش يكون صندوق أعماله، هو مخزن أعماله. الأعمال مش تعملها أنت، الكل أي عمل تقوم به مش تقوم به فكل في الوقت هذاك اللي ربي معناه أعطاهولك باش تعيشه. كل إنسان عنده يعني لحظات معينة مقدرة من الأزل، من قبل ما ربي يخلق الوجود، قديش كل واحد مش يعيش،
قديش مش ياكل يعني من طعام، قديش مش يشرب ماء، قديش مش يتنفس من نفس، قديش مش يعيش من لحظة في حياته. فالزمن هذاك صندوق الأعمال، وهذاك علاش هو أغلى ما في الوجود بالنسبة لما يملكه الإنسان. كذلك الحتمية أو الخاصية الثانية، الوقت إذا ذهب لا يرجع. فماشي واحد يقول دون وقف الساعة، الساعة إذا وقفت راهي عادمة أو فرغت بيلتها أو شو نقولوا لها، نحن بنفسرون نقولوا، لكن الزمن ما يقفش. وهذه ديما نصيحة لخيين الكل، لما الإنسان يحب معناها يحاسب نفسه، يقف قدام المنقالة ويشوفه، يقعد يحكي معاها، يقول لها شبيك ما تقفش، إيش بها أكل العقرب هذيك متاع اللحظات ديما تمشي. يقول يا رب إيش نعمل أنا، هذا الوقت يجري ما يقفش الوقت بالكل، يعني يعمل أسئلة بينه وبينها. الساعة هذيك يقف قدامه ويقعد يسأل في روحه، يعني أنا زعم اللي تعدى من عمري معناها أموري باهية، اللي مثلا مش يجي يعني كيفاش نجم نحسنه، كيفاش نجم نطوره، كيفاش نجم نكثر من أعمال اللي ترضي ربي سبحانه وتعالى. هذا هو يعني اللي يلزم يحاسب به الانسان. بس سامحني، انت قلت حوار مع الساعه هذيك. اي احنا ساعات الانسان يموت والساعه نتاعو تقعد، هو تنتهي اللحظات نتاعو والساعه نتاعو، والساعه اللي في يده تقعد ديما تقعد تمشي. سبحان الله. ينعم وقتها ما عادش ينجم يعمل حوار مع الساعه نتاعو. ايش وقت هذاك؟ علاش يخاف الانسان ما كل لحظه هذيك اللي ينتهي فيها الحوار معها، هي تقعد تمشي، لان هي مش يحاورها واحد اخر، شخص اخر، انسان اخر ينجم يحاورها، لكن اللي مات وانتهى يعني انتهت مده الزمن بتاعه، ما عادش مش يحاورها، ما عادش عنده طاقه باش يحاورها. هو الانسان هو صنع الساعه، وهي هو الانسان صنع الساعه وهي خلته وتجوزته خلته وتجوزته. نعم، هذه الثانيه للوقت اذا ذهب لا يرجع. الثالثه، الوقت يمضي سريعا. كيفاش سي خليفة الوقت يمضي سريعا؟ كيفاش يعني تقول لنا مثال أو أمثلة كيفاش علاش يمضي سريعا؟ ما يقول أحمد شوقي يقول الناس جار في الحياة لغاية ومظلل يجري بغير عناني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يعني الحياة شنية؟ حد شيء سريعة جدا. وقت يجي الإنسان عند الاحتضار ولا عنده كانوا ما عاشش، كما ذكرنا سيباسيان بكري على نوح وقت اللي توفى، أنه قال كأني دخلت بيتا ولا دارا، دخلت من باب وخرجت من باب، وعاش أكثر من 1000 سنة. فتجري الأيام بصاحبها حتى ربما لا يفيق بمرورها. وقد قيل الأيام ثلاثة، الإنسان في حياته الأيام ثلاثة. نعم. الأمس قد مضى بما فيه، اللي فات الماضي. اللي كنت تحكي عليه طول الماضي مشى، والغد لعلك لا تدركه، مستقبل هذا مستقبل غدوة، ربما ما يعيشش الغدوة الإنسان. نعم. لعلك تدركه، وإنما يومك هذا فاجتهد فيه. وشوفوا لهنا القولة هذه، إذا كان الإنسان يعمل حساب ليومه، كل يوم يعمل له حسابه، يومه يجتهد فيه، معناها فكر في المستقبل. أكيد. معناها مش يكون كل يوم هو يجتهد، هذا تفكير في المصير. نعم. أي. وهذه بالنسبة كيف ما تحكي، احنا إن شاء الله نطرقوا للبعض لهالأمور هذه. طيب نشوفوا الناس ساعات الدنيا تشغل الإنسان ويتبع الناس وما يفيقش، ويتلها بالناس ويتبعهم حتى للي يضيع. يقول إبراهيم ابن الأذهم في نصائح يقدمها، وقت اللي سألوه قالوا له أوصنا بما ينفعنا، كان حكيم عنده حكم كثيرة جدا. إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا فانشغلوا أنتم بأمر الآخرة. ويقول وإذا رأيتموهم انشغلوا بعمارة البساتين فانشغلوا أنتم بعمارة القبور. وإن كان الحديث هذا فيه رد شوية، لأنه الانشغال مش يترك هو يتلهى كان بالصلاة والعبادة، حتى كي يبدأ في بستانه ويؤدي هك الواجب ذاك العمل متاعه من حلال، كما رينا في حلقة في العبادة هك الرجل اللي خرج يسعى، كان خرج يسعى عن ولده صغار إلى آخره، فهو في عبادة.
وإذا رأيتموهم انشغلوا بخدمة المخلوقين فانشغلوا أنتم بخدمة رب العالمين. وإبراهيم بن أدم ذي أراه صوفي شوية في العالم. صوفي صحيح صحيح. لك علاش يعني يحكي شوية من نعم. العبادة أكثر الشعائرية. على عبادة الشعائرية والعبادة يعني. ويختمها يقول واتخذوا من هذه الدنيا زادا يوصلكم إلى الآخرة فإنما الدنيا مزرعة الآخرة. مزرعة الآخرة. نعم. يمكن هذه طيبة ياسر أما الأخرين أعنا فيها شوية. لا تتعدل كل شيء سبحان الله كل مراد ومردود عليه لصاحب القبر يعني ما يقبلوا الكلام مسلم إلا من كلام الله وكلام رسول الله. تعقيب على تعقيب اللي قاله سي رضا ربي يبارك فيه قال اللي من خصائص الزمن هو التسارع. السرعة. وهذه حقيقة حقيقة يعيشها الناس توا معناها العام ولا كيما كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالنهار والنهار معناها ليه ليه الإنسان كيقول تعدى نهار وتعدى نهارين وتعدى شهر هذا يرى نقص من الأعمار كل وقت يتعدى هو قاعد ينقص من أجلنا هي أعمارنا تمضي لحظات ساعات شهور وهي حقيقة ولكن الحقيقة هي أن أعمارنا هي التي تمضي مش الساعات والأيام اللي هذاك علاش الانسان لازم يستغل الوقت نتاعه وما يضيعش العمر نتاعه ويعرف اللي هو راهو باش يعيش الزمن هذاك راك باش تعيشه مره بركه في حياته فما ناس راهو يتفنن في قتل الوقت تضيع الوقت يضيعوا الوقت فما ناس يلا نشبههم بالمنتحر المنتحر ينهي حياته مره واحده ولكن فما ناس يبدا بشويه بشويه يضيع ساعه يضيع جمعه يضيع يتسمى انتحار بطيء هو سبحان الله سي بسام بارك الله فيك يعني نحن مش نجيو لدرس الامانه الزمن امانه نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى وامانه كما انت شبهت يعني اللي يضيع الزمن بتاعه كانه انتحر بالضبط لان ربي سبحانه وتعالى لما اعطاك امانه الجسم اذا انسان يعتدي على امانه الجسم بالانتحار او باي شكل تشويه من او بالخمور او من اي نوع من المسكين بعقل يعني اعتداء على عقله ضيع الأمانات أمانة العقل ضيعها وأمانة الجسم يعني بالتدخين أو أمانة الجسم يعني بالإسراف والتبذير هذه يعني أمانة النعم وأمانة الزمن كذلك إذا كان ضيعها باللا مبالاة وهذا مش يجينا العنصر قال عليه سخليفة وإهدار إهدار الزمن إهدار الزمن تنجو في آخر حلقة هذه نحب نواصل أنا بعد إذنكم يعني في الوقت خصائص. يمضي سريعا في الخصائص الوقت يمضي سريعا يقولوا نحن تول الواحد يقول والله الجمعة الجمعة كنت تخش عليها البارح البارح تلون أنا صلينا الجمعة والغدوة الجمعة والشهر يتعدى في ساعة والعام يتعدى في ساعة وانا ندخل يعني العودة المدرسية ذبها العام ذبها وفاء هذا صحيح موجود شنو الأسباب علاش وقع تسارع في الزمن هذا الأسباب أهم الأسباب هو كثرة الملهيات كثرة الملهيات وقت الواحد مثلا من جمعة لجمعة عنده كذا وعنده كذا ويخدم كذا ويمشي كذا ومش يعمل هذيك ومش يعمل هذيك ومش يعمل هذيك هو أن ربي سبحانه وتعالى في الحقيقة أعطانا يعني الصندوق سميناه الزمن الصندوق اللي نحن مش يجمعنا أعمالنا أعطانا يعني الفسحة الكاملة للزمن أعطانا ما جعل علينا في الدين من حرج أعطانا يعني إمكانية أن نقوم بالأعمال سواء على مستوى الأركان أو على مستوى الواجبات أو على مستوى إن شاء الله حتى على مستوى الترفيه والراحة أعطانا الزمن الكافي لهذا ولكن اللهفة والرغبة القاتلة الرغبة يعني المردودة من الناس في جمع المال أو في التلهف على جمع التجارة هذيك ومش نعمل هذيك ومش نعمل هذيك ومش نعمل هذيك بطبيعة الحال ما يشعرش يعني بمرور الزمن ويولي الزمن يمر سريع سريع وما يلقاش وقت لأنه يعني يحب يعبي من الدنيا أكثر ما يمكن لكن لما إنسان يكون مؤمن يقف لله سبحانه وتعالى كما قلت أنت يعني سي بسام اقتران الزمن مع العبادات في صلاته لما يقف فما دقائق ما يشي ثواني دقائق يعني نقوله درجين في الظهر يعني يقف في 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 القراءة يركع للركوع ينزل للسجود وقتها يعني يحس بنعمة ربي سبحانه وتعالى طمأنينة ولحظات ودقائق تأمل في حياته
يعني يراجع نفسه. يعني أنا توا في عبادة مع ربي، أنا في إخلاص مع ربي سبحانه وتعالى في تجارتي، أنا في إخلاص في خدمتي، أنا وجهت يعني أولاداتي، وجهت يعني زوجتي لما يجب أن يكون مما أمر الله به سبحانه وتعالى. هذيك هي الصلاة. إذا ما تكونش أنا الصلاة تنتنع عن الفحشاء المنكر وتحقق معنى الرفعة ومعنى يعني قوة إيمان الإنسان، يعني في قوة إيمان المؤمن والمسلم، ما تولي معاش عندها حتى قيمة. إذا كان هي يعني أطلع ويهبط إلى لا، الصلاة والصيام والعبادة أي شكل من أشكال العبادة اللي نحن يعني عممناها وتحدثنا فيها يعني بعمق وباتساع، أرى لها أهمية كبرى في وعي الإنسان بالزمن. تفضل سي بسام. فما اللي يعيش عمر طويل ولكن كانوا معاش ما خلى حتى شيء، ما خلى حتى أثر إيجابي في المجتمع، وفما اللي بالعكس العمر متاعه قصير ولكن ربي سبحانه وتعالى يبارك له في العمر متاعه. نعم. بارك له في العمر، اي معناها يكون العمر متاعه فيه خير وفيه بركة أكيد. وفيه منفعة حتى بعد الوفاة متاعه، يخلي حاجات اللي تنفع غيره، اللي يدخل في البركة في العمر. نعطي مثال بارك الله فيك في, في, في طول العمر وقصر العمر وما ينجز فيه. يعني أنا لما ربي يبارك في العمر، يعني مثال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عاش 53 سنة فقط 53 سنة، 50 زيدة شوي، فما ناس تعيش يعني قريب لمية. الإمام الشافعي يعني مؤسس من أصعب العلوم وعلم أصول الفقه، من أصعب العلوم، مع إتقانه للقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. فيما يروى عن الإمام الشافعي ولا واحد يستطيع أن يقرأ القرآن مثل قراءة الإمام الشافعي في الإتقان وفي الكسرة. يروى عن الإمام الشافعي أنه في رمضان يختم 60 ختمة. إن شاء الله 60 ختمة يا سي خليفة الإمام الشافعي يروى عنه. ختمتين في اليوم. ختمتين في اليوم. في معناها إنسان هذا الرجل يعني حياته في القرآن. رغم مع هذا يعلم الناس، مع هذا يكتب يكتب يعني كتاب الأم من أنا قلت لك أصول الفقه، يكتب مع الكتابات يعني أنه تلميذ الإمام مالك وعنده يعني الموطأ متاعه، الموطأ الإمام الشافعي يعني أو رواية الإمام الشافعي عن الإمام مالك يعني معروفة. فهذه بطبيعة الحال يعني اللي الفكرة اللي أنت اللي هي البركة في العمر، البركة في العمر، واللي هي بطبيعة الحال يعني نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث، في معنى الحديث، أنا ما نذكرش الحديث استحضرته توه، أن من أفضل خلق الله من طال عمره وحسن عمله، ومن أسوأ خلق الله من طال عمره وساء عمله. من أسوأ خلق الله من طال عمره وساء عمله. ربي يبارك لنا في أوقاتنا. ومن يعني أفضل خلق الله من طال عمره. نعم، عليك الإنسان يقول يوم من اللهم بارك لنا في أعمار، اللهم أطل عمري وأحسن عملي، رزقنا العافية والسلامة بإذن الله سميع العليم، اللهم آمين. طيب يا خليفة، في الخاصية الرابعة مش ناخذوها توا، هي أن الزمن لا يمكن تغييره ولا تحويله. شنو معناه لا يمكن تغييره ولا تحويله؟ يعني ما تجمش تقدم غدوة لليوم، ما تجمش إنسان عنده مناسبة مثلا معينة يقول أنا ماذا بيه المناسبة تجي اليوم، أو ربما أنا مثلا الامتحان غدوة ماذا بيه الامتحان يولي الجمعة الجاية. لا، الزمن هو حتمية، يتسمى الزمن الحتمية، هذه يعني الحتميات الكبرى في الوجود، راه مش يجي غدوة الامتحان لازم تعدي. ولذا يعني هذه من أكبر خاصيات الزمن اللي الإنسان يزم هو يكون مستوعبها وواعي بها حتى يستثمرها كما هي، ما عندوش دخل فيها الإنسان، ما ينجمش يغيرها، ما ينجمش يقول يحكم فيه الزمن. الزمن هو اللي يحكم في الوجود، اللي هو بتبيع يعني من قبل الله سبحانه وتعالى. الشيخ رضا سمحني فضل. في النقطة هذه في الزمن أنه ما ينجمش يقدمه ولا يأخره. نعم. ربما هناك أشياء ليست بدخل الإنسان أنه يقدم وأخر، لكن أنت ذكرت الامتحان مثلا. نعم. وإذا كان الوزارة مثلا تعيد الامتحان الأسبوع القادم، قولوا مثلا، وتقول لك أنا جاء ترى لا، وتقول لك أنا قررت مش نأخره، جاء قرار لأسباب كورونا ولا غيرها ولا إن كان تنجم تغير هذا، تغير هذا، تأخره مثلا ولا تقدم ولا كذا. معناها معنى هذا أنا أردت أن أقول هناك أشياء
اللي هي من تخطيط الإنسان وبرمجته ينجم يأخر ولا يقدم في ولا استثناءات في استثناءات نعم. لكن أمور ثابتة مثلا ما ينجمش يأخر كما قلت أنت يوم الجمعة يأخره حتى يقدم السبت قبله ولا غيره أو صلاة الظهر ولا صلاة الظهر صلاة في الصبح نعم ولا الصلاة يعني ولا غير نعم. ولا الليل ينجم يزيد يمدد فيه يقول هاي خلي نزيده ساعتين ولا ثلاثة في الليل ولا في النهار يقصر فيه ولا غيره عدم تغيير الزمن بارك الله فيك نعم. الزمن لا يتغير الخاصية اللي بعدها هو لا شيء يمكن عمله بدون وقت كل شيء صندوق اللي تحدثنا عليه اللي صندوق الأعمال هو الوقت كل شيء لابد أن يكون فيه وقت وفي زمن معين حصة يلزمها وقت مش نعمل حصة يلزمها وقت درس مش نعمل درس للتلاميذ يلزم وقت عبادة إنسان مثلا مش يصوم فما الصيام من, 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 من كذا إلى كذا هذا معنى لا يمكن عمل أي شيء بدون وقت خارج إطار الوقت خارج إطار الوقت بعدها الوقت لا يمكن تخزينه ما يجيش واحد يقول نجم تخزن المال نجم إنسان يخزن المادة غذاء ماء أي كان لكن الوقت لا يخزن الوقت يعني يمر لا يقف ينساب ينساب مالك بن النبي في الفكرة هذه فكرتني في كلمة ينساب قال مالك بن النبي هو مفكر جزائري يتحدث عن الوقت يقول الوقت مثل النهر مثل النهر ينساب في بين كل المدن كل مدينة عندها النهر هذايا المدينة التي تحسن استثمار نحن مش يجيو استثمار الوقت وعدم إهداره المدينة التي تحسن استثمار الوقت هي التي تتطور وتبدع ونشوفه نحن اليوم مدن الكبرى أو البلدان الكبرى المتطورة هي اللي تعطي أهمية كبرى للوقت اليابان وإلا يعني غيرها يعني الصين اليوم وغيرها وغيرها من الدول الكبرى المتطورة يعني عندهم من الوقت من أغلى من أغلى من أغلى الثروات في الوجود من أغلى الثروات في الوجود العقل والوقت هذا يعني معنى أنه يعني لا يمكن أن يخزن في الأخر يعني أن الوقت يعني كالسيف هذه الكلمة يعني إن لم تقطعه مشهورة إن لم تقطعه يقطعك شنو معناها إن لم تقطعه يقطعك حشاكم هي إذا كان ما تأخذوش رم شهرب عليك إذا ما تستثمروش رم شهرب عليك تستغلوا إذا ما تستغلوش استغلال الكافل والكامل وهنا ما يكون الاستثمار والاستغلال الكامل إلا بالوعي وعي الزمن يعني الإنسان يكون واعي بلحظات الزمن وأنا في بداية الحصة السابقة سي بسام وسي خليفة تحدثنا على مراحل الزمن المراحل تسمى نعم. دورة الزمن دورة دورات الزمن دورة يعني الثانية والساعة واليوم والعام والعقد والجيل والقرن هذه تسمى دورات الزمن الدورات هذه لازم نعلموها لوليداتنا يفهموا شنو معنى التقسيم الدقيق للزمن التقسيم الدقيق للزمن باش يحسن استثماره حتى يحسن استثماره هذاك علاش فما شكون يوصل يسب الزمن دهر النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله هذا رجعنا لك القسم والعصر يعني اللي هو ربي أقسم بالزمن لقيمته لقيمته نعم وأقسم برب العصر اللي هو الله أقسم بذاته سبحانه وتعالى من الإنسان فرصة الزمن هذا يعيشه وما يهدروش وحتى السب ما يسبوش أكيد لأنه نعمة من الله والإنسان يلزم يستغل النعمة هذه حديث بسام لا تسمع يسب بني آدم الدهر أنا الدهر أنا الدهر هذا حديث قدسي يسب بني آدم الدهر أنا الدهر ومن هنا يعني كما قلت أنت سي بسام لما يقول ربي أنا الدهر مش هو أن الله الزمن لأن الله هو خالق الزمن أن الله سبحانه وتعالى هو رب الزمن فالإنسان الذي سيسب الدهر يعني كأنه يعني ينكر على الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذه النعمة اللي نحن نعم. منجم نعيش إلا بها فكيف يسب الإنسان الدهر المطلوب هو استثمار وإعمار الزمن
بما يرضي الله وبما يحقق النفع للإنسان المستخلف. بارك الله فيك شيخ رضا، بارك الله فيك شيخ بسام. عندنا فاصل إن شاء الله، فسنعود بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى هذه الحلقة الخاصة بأهمية الوقت والزمن لدى الإنسان. الشيخ رضا والشيخ بسام، احنا جاء القرآن يحذر من أنه الإنسان ربما يقضي عمره كامل ولكن بعد يفيق، وربي حذرنا من هذا، وقت يقول ربي سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى آخر ذلك. فالشيخ بسام تفضل. الغفلة ما يفيقش بعمره ويهدر الوقت هذا الكل، حتى للي بعد وقت يجي الاحتذار والمشاق بين يدي ربي سبحانه وتعالى مش يسأله وقتها، يتمنى نرجع يتمنى وهيهات إذا جاء أجلهم. نعم هيهات. فالشيخ بسام الوقت عنده أهمية، أهمية استغلال الوقت هامة جدا، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من الغفلة أن الإنسان معناه يخوض في هذه الدنيا ويسبح في أنهار الدنيا ثم لا يرفع رأسه إلا في الآخرة، وقتها ما عادش يفيده يندم ولا يفيده الندم. المسلم الذكي الفطن هو الذي لا يغفل عن هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان سوف يموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. المسلم يزمو يغتنم لياليه وأيامه حتى يتزود للآخرة وحتى يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس هو الإنسان الذكي، الإنسان الفطن، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. من الإنسان اللي يغطس في الدنيا كما قلنا ولا يرفع رأسه إلا في الآخرة، هذا استزاد من الدنيا على حساب أشياء أخرى ضيعها ولن يستفيق إلا في العالم الآخر. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لقد كنت في غفلة من هذا، يعني كنت في غفلة عن هذه الحقيقة. الحياة الدنيا جعلتك تغفل عن الحقيقة الكبرى، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقتش يقول الشيخ خليفة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت عمل صالح ينفعني في الآخرة. وكتشوف توا الناس في الدنيا يتفننون في إضاعة الوقت، مش يضيع وقتك هاو، يتفنن يعمل برنامج لإضاعة الوقت، أو جاي رمضان أو باش نسهر وكذا أو باش نلعب وكذا، يعمل برنامج كامل لإضاعة الوقت، وهو في الحقيقة يقتل في العمر متاعه، قاعد يقضي على نفسه. وما هكذا يجب أن يكون حال المسلم الحق. الحديث بكري لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ربي باش يسألك على العمر متاعك. مال الحياة اللي قاعدين نعيشوا فيها توا هي فرصة وحيدة ولن تتكرر. اللي مشبعش من عبادة ربه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ومن لم يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته في هذه الدنيا، من أين سيأتي بعمر آخر بعد الوفاة حتى يعبد الله تعالى؟ هل يستطيع بعد وفاته أن يعبد الله؟ ينتهي كل شيء، معش نجم الذي دار العمل والأخرى دار الجزاء. شيخ بسام، في النقطة هذه أنت قلت الإنسان يندم ومشيت، الإنسان توا هل غافل على هالوقت هذا ولا يقوم بواجبات ولا يستجيب لأوامر الله وغيره، ما عندوش عذر، ما عنده حتى عذر، لأنه ربي سبحانه وتعالى من رحمته ذكرنا ونبهنا. وأعظم رحمة بعث رسول وبعثنا نبي عليه الصلاة والسلام. أنا نحب نسأل ونقول ربي يهدي الوقايا الكل،
يهديهم إلى طاعة الله تعالى وخاصة إلى الصلاة. بالله هالإنسان اللي يسمع توا خمس مرات الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة ويبدأ قاعد وما يستجيبش لله تعالى ويوصل عمره كما قلنا 60 و70 وما هوش يا أخي ما تسأل على الصلاة شنية فيها التعب وربش يقول حتى العذر نفى أنه ما ثمش اعتذار غادي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فكل إنسان ما عندوش عذر ولا عنده باش يقول أنا ما في باليش ولا يقعد غافل ولا غير. يا أخي راهي الدنيا رانا مش نموت وراه مش تنتهي راهو عندك مشتاق في بين يدي الله تعالى ما دمت أنك مؤمن بالحساب ومؤمن بلقاء الله تعالى فاجتهد واعمل حتى يسعد وهو باب التوبة مفتوح إن شاء الله. هذاك علاش من اغتنم هذه الحياة سيفوز وسيربح. نعم. واللي ضيع الحياة هذه فيما لا يعني والعياذ بالله سيخيب وسيخسر. وهذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى استغلال هذه الحياة والاستفادة منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. هكا النبي صلى الله عليه وسلم يعدد ديما يقول لنا اغتنم راهو كل يوم خمسا قبل خمس اي خمسا قبل خمس كل يوم راهو تطلع الشمس نتاعو وتغرب هذيك راهي فرصة جديدة أعطاها لك ربي سبحانه وتعالى وربما لا تتكرر. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول ما من يوم يطلع فجره إلا ومناد ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أرجع إلى يوم القيامة. سبحان الله معناها كيوف النهار هذيك راه صفحه وتطويط هذيك ما عادش ترجع النهار هذاك هذا يعني الزمن اذا كان مره لو ما عادش كما قال سيدي هو معناها زمن حولش. اذا معناها كاين فرصه جاتك للعمل الصالح وانت ضيعتها والعياذ بالله. نعم اي الانسان لابد انه يستغل الوقت نتاعو ما يضيعوش فيما لا يعني. بارك الله فيك سي بسام في 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 استثمار الوقت اللي قلت عليه انت توا. ما يعين على حسن اغتنام الوقت شنو هي الحاجه اللي تعين او الاشياء التي تعيننا على استثمار الوقت هذايا وهذا يلزمنا نتحدثوا فيه ونبينوا للساده المستمعين حتى يسجلوه ولو يعني في في, في اذهانهم. اول حاجه هي الخوف من الله تعالى وخشيته. لما انسان يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعلم ان الله يراقبه في كل كبيره وصغيره ويعلم أن الله يعني سيجازيه بحسن التدبير وباستثمار الوقت وبعدم تضييعه فهو بطبيعة الحال سيحسن استثمار الوقت أن الله يراقبك. الثانية هي تذكر الموت فإن طبيعة الحال يعني لكل أجل كتاب وتذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. فذكر هادم اللذات اللي هو الموت بطبيعة الحال يخليك مستعد إلى المصير اللي فصلناه في الحلقة السابقة. مصير يعني سواء يكون مصير يعني دنيوي أو مصير أخروي. فهذا بطبيعة الحال لما يذكر الموت يعرف اللي أنا سأجتهد بما يرضي الله سبحانه وتعالى في عملي في خدمتي يعني أنفع الناس بما يحقق رضا الله في موضوع التراحم اللي خذيناه رحمة الفقير ورحمة المسكين ورحمة حتى الضال العاصي بأن تقول له كلمة طيبة وتدعوه إلى الصلاح فهي من الرحمة هذيك. ثالثة هي صحبة الصالحين. صحبة الصالحين وهذه عندها أهمية كبرى خاصة لشبابنا وليداتنا وفي الوقت هذا يعني نحاول ونحذر ونردوا بالنا على وليداتنا ونفهموهم أن يبعدوا على يعني المفسدين وعلى يعني نقولوها يعني صحبة السوء كالصحبة السوء ساعات تترمى عليه تترمى عليه يجي واحد مثلا مش عارف يعني في موضوع مثلا المخدرات ولا موضوع نتاع اكل حرابه شو ندرى شنو اللي قاعده تدور قدام الليسيات اراه تدمي القلب اراه يخلي الانسان معناها يبهت يقول هذوما معناها الوليدات النوارات اللي هما معناها براعم الامه يعني يتسلط عليهم ناس أخباث وناس معناها أصحاب شر باش يخرجوهم معناها للشر ويخرجوهم للهلاك. فنردوا بالنا على وليداتنا نفهموهم بلاش ضغط بلاش معناها عنف
بليش يعني كل 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 قولوا عاود حتى اللي نتفدوا من نصيحة، لا بأسلوب يعني راقي. وليام كلمة أي نفر ومعاش يسمع أبوه وقته ومعاش يسمع أمه كثر عليه كثر عليه كل يوم. سيدي صباح مش قص عليك هنا هني في التعليم ساعات تجيني بمرأة ولية تقول لي سيباسية ما بنتي راي كذا وشنو قل لها أنت راي تسمع منك أنت معناها الولي معناها كان ولا عاجز انه باش يتحاور مع ولده وباش يحكي تسمع معها. منك انت كاستاذ اكثر مني انا راي تحترمك وتحبك وشنو احكي معها انت سيسها انت انت تعرف عندك اسلوب انا راي معاش تلقاها كما قلت انت الولي الولي مثلا استعمل مع ولده العنف ولا استعمل معها الالفاظ الجارحه وما عرفش كيفاش يسيس ولده بالسياسه ويتحاور معه ويقنعه يحس لي هذيك نتاعو هذاك ولده نتاعو يعني توا توا صغير صغير لازمنا نسيسوه ونمشيو معاه معناها بشويه بشويه راهو الطريقه القديمه هذيك ما عادش تنفع مع الصغار بتاع توا. لا 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 توا صغير يفهم بالحوار راهو ما تقولش عندهم مخاخ ويفهموا صغار كي تحكي معاه يفهم اكيد اكيد بارك الله فيك شيخ رضا. انا اعتبر اعتبر انه الانسان الولي خاصه الاب اذا كان يرى منكر في عائلته في صغاره ولا في زوجته ولا في في اهله وعاجز باش يغيره انا راه اكبر مصيبه. علاش؟ لانه يلزم يرجع لنفسه هو راه طريقتك انت في النهي عن المنكر وفي اصلاح ذريتك واهلك طريقه خاطئه صلحها اعرف كيفاش تحتضنهم هما صغارك ولادك عائلتك يباتوا معاك ياكلوا معاك. انا والله ساعات واحد يشكي لي من ولده ما يصليش ولا ولده معناها كم ماهوش بار بيه وغير ونقول له ناديه وتبسم له يا سيدي بوس له حتى راسه ولدك سيسو توضع له سيسو اجلب محبته ليك ويعرفك اللي ناصحه حتى وتنجح ان شاء الله. السي خليفه راه ساعات الولي ما يفيق كان مأخر يلقى ولده تورط في مخدرات ولا في حاجه موجود. معناها حتى الطفل يحب يرجع ما ينجمش تلقاه معناها دخل في سياق اخر فهمت. اللطف اللطف هذا اللي نحذر منه نحذروا منه نحن كرجال تربيه ان نردوا بالنا ونحذروا الاولياء باش كيف كي نحن نردوا بالنا رجال تربيه نعم وننبهوا وليداتنا هما وليداتنا هذوك التلامذة اللي نقريوا فيهم وكيف كيف أن نقولوا نحن هذه الحصة المباركة إن شاء الله باش نحذروا الأولياء من السلوكيات هذه الصحبة صحبة السوء أصحاب السوء. لازم الصغير يستغل الوقت وتعبي له الوقت نتاعه. إذا يعطيك الصحة إذا عبيت له وقته يعني بما ينفع بما ينفع من دينه ومن دنياه في قرايته حتى أنت باهي قول أنا مش نمنع عليه الإنترنت ونسكر عليه وما نخليهوش غلط أسلوب غلط لكن أنت ربيه من الأول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امروا ابنائكم بالصلاه لسبع واضربوهم لعشر يعني ضرب التاديب الخفيف الخفيف حتى بعض العلماء يقولوا ما مش لازم الضرب لانه اصلا ما هوش امر بالضرب اذا كنت تعرف اللي ضرب قد يضر به ما تمسوش بنيه ضعيفه وصغيره مش تضربها ما مش تعقدها لا يا سيدي مش مطلوب في العاده ما يستحقش كان ثلاث سنين معاه بقى واذا كان بارك الله فيك واذا كان ثلاث سنين معناها فما متابعه وفما توجيه رسخت فيه انتهى رسخت فيه وهذا ما يجي الا يعني الخصيص الطبع والنادر او لاهمال الابوين كلمه صغيره سي خليفه هي ان نرد بالنا في التوجيه رانا نقول بالكلمه اللي قلتها انت بك يا خليفه بالنصيحه راهي عندها اسلوبها النصيحه راهي عندها اسلوبها وقد تاخذ منا حصه كامله راهو موضوع النصيحه وكيفيه النصيحه وعن من ناخذ النصيحه واول من نصح في الوجود هم الانبياء انبياء ونسمح لك سمح الشيخ رضا انا حبيت ملاحظه بركه مشكورها لك تفضل وقت اللي بكري قلت لك نعملوا حلقه على تربيه الابناء انا رجعنا لها انا نقترح نقترح حلقات مش حلقه واحده هذه متاكده اي نعم خاصه في المناسبه بارك الله فيك يا خليفه الملاحظه نحبك تاخذ الكلمه انا ربما يعني اكثر للتفصيل انا مش نجيو للمعين الرابع اللي هو اللي هو المعين الرابع في اغتنام الوقت هو معرفه قيمه الوقت واهميته ووعي الزمن كلمه وعي الزمن الوعي بالزمن راي كلمة الوعي بالزمن راي عندها أهمية كبرى جدا وأنا أعطيت المثال اللي قالوا بكري مالك قلت بكري أنا من عند مالك بن النبي راو الزمن ثروة من أعظم الثروات عند الأمم
إذا كان أمة واعية بالزمن اللي هو ثروة واللي هو نعمة واللي يجب استثماره أراك ما يضيعش. أما إنسان كما قال سي بسام بكري يعني يقتل في الوقت وكما قلت تستخدمه إذا لاوش كيفاش معناه يوفى النهار متاعه وهو فادد منه وماذا به معناه يجي الليل وإلا ما مش عارف ساعات في رمضان هكا نقولوها نحن ساعات في رمضان يعني يخرج يدور يقول أنا عيت نمطله النهار وكيفاش مش نعمل يمشي يدور ويقول لك نعمل دورة في الرحبة ولا نتسوق ولا نمشي ونجي في البلاد ولا فهذا بطبيعة الحال قاعد يقتل في الوقت. نحن نتذكر الخليفة لما تحدثنا على فضاء رمضان شجعنا الأخيان اللي يسمعوا فينا قلنا ماذا بينا أنه يكون قراءتهم القرآن مميزة أكثر من العادي في سير الأيام أن يكون على الأقل ختمتين إذا كان هو بعد يعني كما نقولوا خدم وروح وقيل شوية وارتاح يقوم قبل المغرب بساعة ويأخذ المصحف يقرأ منه معناها ثلاثة أحزاب أربعة أحزاب بإذن الله يعني ويعمل ختمة في التراويح مع الجماعة وهو مع الجماعة في التراويح كان صلاها مع الجماعة يقرأ معهم ويسمع يعني معهم وهي بإذن الله مش تكون لي ختمة كان روح يصلي وحده في الدار هانو يتبع وين الحزبين متاع اليوم يعطيك الصحة يكمل حزبين أو الحزبين ونصف اللي متاع الأيامات الأولانين يقرأهم وحده في الدار وربما حتى هو خارج مثلا يسأل الإمام يقول اليوم وين وقفت خليني غدوة معناه راني ما نجمش نجي راني للتراويح هو معناها من, من 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 الأصل أنه يزم يجي للعشاء لكن هو قال أنا مش نروح نصلي للتراويح في الدار فطيب طيب أنه يعني يصليهم وما ينساش. مازال عندنا سي خليفة لا إله الله محمد رسول الله هو محاذير محاذير ما ينبغي الحيطة منه والحذر منه حتى لا نهمل الوقت. قبل المحاذير سمحني لحظة فضل سي خليفة احنا قلنا بطبيعة الحال استغلالك الوقت هذاك اللي كنا نتحدث فيه الإنسان إذا كان يسيب وقته كيف ما كنتم تذكروا توا وما يعملش برنامج يومي ليه إيش مش يعمل في مش كذا 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 ربما يضيع منه الوقت وربما يدخل في متاهات أخرى وقد ربما يأخذ في يدخل في المحذور. كان الإمام الغزالي رحمه الله يقول على الإنسان في كل يوم أن يشارط نفسه شرطها يحط لها شروط يعني قلها أنت عليك اليوم أن تفعل كذا 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 كذا, كذا, كذا. ثم في آخر النهار يحسن إيش عملت؟ إيش عملت في الصلاة؟ صليت في جماعة؟ ما صليت في جماعة؟ عملت صلة رحم؟ عملت تصدقت إلى غير ذلك؟ قال فبعد يحط له عدد أما حسن جيد ولا يعمل تقييم من أجمل من أجمل الأفكار يعني في الزمن هذه من الأشياء اللي يكون وإحنا أخذنا حديث وقت كيفاش يستغل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا من اتبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم مسكين قال أبو بكر أنا فمن عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا فهذه الأشياء اجتمعت. عمر الوقت متاعه بأعمال خير وإحنا نعرف وقت يقول ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم. هو الإنسان 24 ساعة يكون عابد لله. حتى أن من العلماء يقولوا كيفاش هو راقد يكون عابد حتى لله حتى في نوم, في نوم. نعم. قالوا إذا كان هو عندما اضطجع إلى النوم ودعا ذلك الدعاء باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أنت أمسكت نفسي فاغفر لها إلى آخر أرسلت الرحمة بما تأخذ بأبيك الصالحين ثم وخاصة إذا كان سبق ذلك بوضوء وصلاة ركعتي النوم إلى غير ذلك فهو دخل في عبادة وهو نائم ثم عندما يستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إلى آخر الدعاء أو أن سخليفة لهنا سمحني في النقطة كلمة موجزة وفي نومه في نومه يعني أنه يكون نومه للتقوي على العمل والعبادة نية متاعه أنه باش غدوة نجم نخدم على روحي أو أعبد الله بالنية بارك الله فيك تفضل سخليفة سامحني ثم يقولوا حتى أنه في بيت الخلاء مش يدخل بيت الخلاء اللي هو ما يذكرش فيه ربي ما قراش كذا فإذا عندما أراد أن يدخل بيت الخلاء دعا بذلك الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي اللغة نقول الخبث والخبث
تصح فيها الوجه الذكور والإناث. أي وقت اللي يخرج يقول غفرانك، فهذا كله يولي في عبادة. فاستغلال هذا الوقت نعم. قلت الشيخ هناك المحاذير التي محاذير وجوبا أن يجتنبها، أن يجتنبها المسلم حتى يعني يكون نعم. فما معنى لاستثمار الوقت استثمار نعم. الكامل كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا نهمل هذه النعمة ولا نضيعها. أول المحاذير هو التسويف. عنده عمل اليوم غدوة حتى نعمل كل حاجة ذيك، وهذا يخوف برشا، خاصة نقول الكلمة في أصحاب الأعمال اليوم في الإدارات متاعنا اليوم. راو فما إهدار للوقت كبير برشا، وأنا من عين حد ومن سمي حد بطبيعة، ولكن نردوا بالنا الكل. إنسان مش يجيك مثلا يقف ويأخذ مش يأخذ ورقة تقول له لا مش حاضرة، وأنت ما تحبش تحضرها له وما تحبش تخدمها له، راهو ظلم، راهو ظلم وظلم ظلمات يوم القيامة. أنت قاعدة تسوف فيه، سواء أنت تسوف فيه أو هو يسوف في روحه. كل قضية ذيك طال نمشي لها غدوة ما زال بكري يعني وكذا إلى غير ذلك. فهذا قاعد يسوف في الأعمال اللي يلزم تكون اليوم، لتؤجل عمل اليوم إلى الغد. يعني هذا من القواعد الكبرى في حفظ الوقت. الثانية هي هكي المصيبة الكبرى مش تحدثوا فيها نحن، هي ال 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 الغرام الكبير بالقنوات وكثرة القنوات، وعالم مفتوح اليوم يقعد 8 ساعة مفتوح اليوم يعني بقنوات الانترنت والفيسبوك الانترنت شيء مصيبة أخرى، هذيك شيء آخر. ما نحكي أنا على القنوات اللي هي من قناة القناة ومن كذا الكذا ومن هدرة الهدرة، ويدخل في متاهات كبيرة، ويدخل يعني في تضيع للوقت كبير وكبير جدا، وهذا بطبيعة الحال مما نحذر منه. قلت سخليفة كيف الانترنت، قضاء الساعات الطويلة يعني قدام الانترنت وقدام الحاسوب، وقد يكون في ما لا ينفع. والله أنا نوجهت لمذاتي مثلا ونقول لهم ماكم انتم معناه معاصرين وتحبوا معناه تعرفوا معناه من الانترنت، تحبوا تكونوا مع أصحابكم وهذا من حقكم، لكن ادخلوا للانترنت بالإيجابية. كيفاش الإيجابية؟ في أي مادة من المواد اللي تقرأوا فيها، كان في السيونس كان في العربية في اللغة كان في المواد معناها كما نقولوا العلمية في الرياضيات كان في الأمور الأدبية يعني في التاريخ وفي الدين، ادخلوا المواضيع تعاونكم. اكتب مثلا حاجة، اكتب فكرة في العلوم الطبيعية، الجهاز العصبي للإنسان أو الجهاز العصبي للحيوان، يلا دخلت لذيك خذ فكرة وتعبي ذهنك ووسع معلوماتك، نهار تلي يشرح لك الأستاذ الحاجة ذيك تكون عندك انت زاد تنجم تشاركه وتنجم تسأله وتنجم تقول له هذه ايه وهذه نعرفها وتنجم تجاوب أستاذك. هذا أعطيت مثال يعني في العلوم الطبيعية، كيف في التاريخ، كي تدخل انت مثلا وتعرف يعني التاريخ الإسلامي ولا تعرف حتى تاريخ العالم الكل بما فيه يعني الحضارات والدول، ايه نهار تلي تدخل يعني للمادة هذيك مع أستاذك تكون حاضر وعندك يعني الزاد العلمي الكافي اللي تحقق به الإضافة ليك ولصحيباتك. كيف إضاعة الوقت في التسوق، هذا يعني من إهدار من أن نحذروا منه. يعني اللي يخرج كما قلنا نحن عنا عادة وقلتها بكري في رمضان، أنه معناها لما يقرب شق الفطر تخرج الناس تدور في البلاد وهو من جهة لجهة وطلع وخرج ومشي. علاش هذا كل هو قاعد يلوش كيفاش يعدي النهار، كيفاش النهار يوفى، خلينا نمشي نشق الفطر. لكن انسى اللي راه فما حاجة أفضل من هذا الكل، أفضل من هذا الكل اللي هي معناها نقولها ونعودها، اللي هي قراءة القرآن. راك انت يعني صليت العصر قلنا يعني روحت التكيت قيلت ارتحت قمت صليت العصر، ما اش مازال للمغرب، راي هذيك يعني فتره نتاع اخر يوم اخر اليوم في رمضان من اجمل الساعات اللي يتجلى فيها المولى سبحانه وتعالى لقبول الدعاء او لعمل الصالح او للعمل الصالح أو العمل الصالح. نكمل آخر حاجة، كملها بسرعة شيخ لأنه الوقت يداهم فينا. كملنا آخر حاجة تفضل.
هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. نصيحة أخيرة نحب نوجهها للأخيان، يعني بسرعة كيفاش يعمر يوم رمضان؟ أولا المحافظة على صلاة الجماعة، اثنين ختم القرآن عدة مرات، ثلاثة لا يهمل صلاة التراويح، أربعة يحاول أن لو يعني يعتكف لو في آخر رمضان، خمسة هي مراجعة فقه الصيام وتعلم فقه الصيام لازم يعرفوا، ستة هي صلة الأرحام، سبعة تفطير الصائمين يبحث عن تفطير الصائمين، ثمانية الصدقات يكثر من الصدقات يكثر حتى القليلة والبسيطة، تسعة التحلي بأداب الصيام، ردوا بالنا نخرج من التحلي بأداب الصيام، الأخيرة الإكثار من الذكر والاستغفار. الذكر والاستغفار. تفضل شيخ خليفة. بارك الله فيك شيخ رضا. شيخ بسام في ثواني إذا كان عندك. احنا حكينا على الوقت وهو أدركنا الوقت. نسأل الله أنه يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمار جميع المستمعين. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. أتينا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بمكانة الوقت واستغلال الوقت، فاللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.